بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في فيديو جديد ومشروع جديد إن شاء الله نشرحه لحضراتكم في أغلب النواحي الفنية وأسعار الماكينات ومتطلبات المشروع. لكن زي ما عودناكم بنشرح الفيديو أو المشروع بشكل مختصر، لأن زي ما قلت لك قبل كده إحنا بنديلك فكرة المشروع وشرح مبسط لأساسياته، اللي هي زي ما قلنا فكرة عمل المشروع والمساحة المطلوبة عشان ننفذ المشروع ورأس المال المطلوب وطرق التسويق وتوزيع المنتج، بالإضافة كمان لأسعار الماكينة. لكن لو أول مرة بتشوف القناة أتمنى أنك تشترك في القناة، وده شيء بيشرفنا طبعا. وكمان لو حابب أن يوصلك جميع الفيديوهات والمشاريع أول بأول بتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ياريت تعملنا بلايك عشان ده بيفرق معانا في ظهور الفيديو في نتائج البحث، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتعوض المجهود المبذول في عمل الفيديو. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن فكرة مشروع من المشاريع مضمونة الربح واللي أرباحها عالية جدا. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن تعبئة المياه المعدنية. المياه المعدنية من الحاجات الأساسية والضرورية جدا في حياتنا اليومية. إحنا بنستعملها طبعا في الشوارع، في النوادي، في المطاعم، في الكافيهات، في الفنادق. كمان الرياضيين بيستخدموها بكميات كبيرة. فإحنا قدام منتج من المنتجات الاستهلاكية اللي عليها نسبة طلب كبير جدا وأعلى بكتير جدا من العصاير بيبسي والكولا. فإحنا قدام منتج استهلاكي بشكل كبير وأرباحه عالية جدا. في بعض التفاصيل إن شاء الله لازم نعرفها قبل ما نبدأ في إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية، هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله بكامل تفاصيلها وعلى أسعار خطوط الإنتاج. مشروع النهاردة من المشاريع الاستثمارية الضخمة جدا اللي محتاجة رأس مال، في نفس الوقت العائد المادي بتاعها بيكون كبير جدا. خط الانتاج بتاع النهاردة ممكن يشتغل لسنين لقدام. يعني حضرتك ممكن ان انت بتستثمر هذا المشروع للأجيال اللي جاية كمان. مشروع النهاردة بيتم عمله بطريقة المشاركة، او اذا كنت تقدر تنفذه لوحدك لو عندك رأس مال مناسب لهذا المشروع. ممكن لو مفيش رأس مال وحابب تشتغل في موضوع تعبئة المياه، تشتغل في توزيع المياه المعدنية، ودي أرباحها ممكن تصل ل50%. أول خطوة وأهم خطوة في مشروع النهاردة هي معرفة مصدر المياه. لازم يكون مصدر المياه نقي وبعيد عن التلوث ويكون فيه الخصائص الطبيعية للمنتج. هناخد عينة من المياه اللي احنا هنشتغل بيها، سواء مية آبار أو مية أنهار، وهنوديها للمعمل. المعمل هيكشف لنا عن كل خصائص المي، نسبة الأملاح ونسبة المعادن، وكمان كل حاجة خاصة بمكونات المياه. هناخد التقرير ونروح للشركة اللي هتصنع لنا خط الإنتاج. الشركة هتكون قادرة ان هي تصنع خط إنتاج يقدر يعالج المشاكل الموجودة في المي. كمان الشركة هتعمل خط إنتاج حسب السعة الإنتاجية المتفق عليها. في عندنا ساعات إنتاجية 6000 عبوة في الساعة، وفي ساعة إنتاجية أعلى بتكون 12000 عبوة في الساعة الواحدة. العبوات اللي احنا هننتجها، هننتج عبوات 200 ملي و 250 ملي و 300 ملي و 500 ملي، وفي لتر ونص، وفي لغاية 20 لتر. لو جينا اتكلمنا على اختيار موقع ومساحة المشروع، مشروع مصنع مياه معدنية، هنلاقي ان المشروع يعتبر من المشاريع اللي بتكون في حاجة الى مساحة كبيرة عشان يكون عليها المشروع بشكل مناسب، لان المشروع بيشتمل على مجموعة من الخزانات والالات والمعدات كبيرة الحجم. كان من الافضل ان يتم الاختيار في مكان من مقربة من ابار المياه، او من اذا كنت تعتمد على مياه نهر النيل او طبعا المياه النهر عموما في اي بلد من البلاد، فده لازم يكون المكان قريب من مناطق اقامة المشروع. لو مش تعتمد على كده ممكن تعتمد على اقامة المشروع في احدى المناطق الصناعية. كمان ضيف ان المنطقة الصناعية من السهل القيام فيها باصدار الترخيص الخاصة بها، وتكلفة الضرائب والكهرباء بتكون اقل في بعض الشيء. العمالة اللازمة للمشروع مصنع مياه معدنية، عندنا عملية التعبئة بتكون بحاجة الى وجود شخص واحد او عامل واحد. عملية التعليب تحتاج لشخصين. عملية صناعة الزجاجات تكون بحاجة لشخصين. عملية الطباعة تكون بحاجة لشخص واحد. التغليف تكون بحاجة الى وجود شخصين. في حاجات تانية متفرقات نحتاج الى شخصين. يعني اجمالي العمالة لهذا المشروع بتكون في حدود حوالي 10 اشخاص.
المستلزمات الخاصه بخط انتاج المياه المعدنيه. اولا طبعا لازم ولابد من عمل واعداد خطه شامله وبتكون بكامل تفاصيلها، وده من اجل دراسه الجدوى لكل التفاصيل اللي تتعلق بخط انتاج المياه. يعني عندنا اول حاجه لازم نعمل دراسه جدوى للمشروع بشكل زي ما قلنا بشكل مفصل بشكل عند احد المتخصصين. كمان لازم تواجد المعدات والالات المتخصصه في تعبئه المياه المعدنيه. كمان لازم نوفر عدد من الخزانات اللي بيتم استخدامها في تخزين المياه. وكمان لازم يكون عندنا خط كهرباء، من الضروري ان تكون مرتفع عشان يكون بالامكان تشغيل المعدات والالات بكل بساطه. المعدات الخاصه بمصنع تعبئه المياه المعدنيه والمواصفات الخاصه لها. يجب توفر فلتر للمياه، من المفضل ان يكون من الانواع اللي بتكون معدلات التدفق خلالها تصل الى 2000 لتر في الساعه الواحده. كمان لازم توفر فلتر رملي مضغوط، من المفضل ايضا ان يكون من الانواع اللي تكون معدلات التدفق خلالها تصل الى 2000 لتر في الساعه الواحده. ينبغي كمان تواجد الجهاز اللي بيتم استعماله في تطهير المياه. كمان لازم نوفر شبكة تصفية مميزة يبلغ حجمها ودقتها حوالي 5 مكرون. كمان لازم نوفر مضخة مع وحدة HP3. كمان بنوفر لازم توفر أو لازم يتواجد غشاء بيكون حجمه 4 جالون. من الضروري أن تصل سعة الخزان اللي بيتم تخصيصه للمياه واللي بيتم تنقيتها تصل إلى 1000 لتر. لازم يكون عندنا خزانات بسعة 1000 لتر عشان تخزين المياه. يجب كمان توفر مولد وزون داخل المصنع اللي بيقوم بإنتاج المياه المعدنية. كمان لازم نوفر داخل المصنع مطهر للمياه من النوع الأشعة فوق البنفسجية بمعدل تدفق 1000 لتر في الساعة الواحدة. طبعا كل المواضيع دي أو أنت لما تشتري الخط أو تنوي تشتري الخط بتروح عند الشركة المصنعة، الشركة اللي أنت هتشتري منها إن شاء الله، وهتشوف خط الإنتاج وهتشرح طبعا الشركة أو الفني اللي موجود معاك كل مواصفات هذا الخط. سعة خطوط الإنتاج في منها محلي وفي منها مستورد. في عندنا شركة في مصر اسمها شركة انترناشنال باك، دي هتلاقي موقعها موجود على الانترنت، ممكن تتواصل معها وتعرف تفاصيل خطوط الانتاج. في كمان على موقع لبابا، في كمان في مصر شركة الحبيشي موجودة، ممكن تتواصل مع كل الشركات دي وتعرف اسعار خطوط الانتاج ايه. خطوط انتاج اسعارها تبدأ من 180,000 دولار للخط الواحد الى 220,000 دولار. اقل سعة لخط الانتاج او الطاقة الانتاجية هي 6000 عبوة في الساعة الواحدة، زي ما قلت لك تصل الى 12,000 عبوة في الساعة، وفي طبعا اعلى من كده على حسب قدرات وعلى حسب قدرات خط الانتاج. هامش الربح المتوقع، دايما هامش الربح المتوقع بنحسبه بعد اول 3 شهور من الشغل. احنا قلنا ان بداية خط الانتاج بيبدأ من 180,000 دولار، بيعمل حوالي 6000 عبوة في الساعة الواحدة. 6000 عبوة في الساعة الواحدة في 8 ساعات اللي هي الوردية الواحدة بحوالي 48,000 عبوة، اللي هي العبوات الصغيرة اللي هي سعرها بجنيه، فاحنا هنبيعها كمصنع هنبيع العبوة الواحدة بجنيه. فاحنا كده عندنا مبيعات ب48,000 جنيه، هنخصم مصاريف اللي هي مصاريف التشغيل ومصاريف العمالة 28,000 جنيه، فكده هيتبقى عندك حوالي 20,000 جنيه. يبقى صافي الدخل عندنا كده 20,000 جنيه في 26 يوم، يعني حوالي 520,000 جنيه. هنخصم منهم 120,000 جنيه مصاريف العمالة وإيجارات، فهيبقى صافي الدخل عندك في حدود 400,000 جنيه. فدراسة الجدوى هنا دراسة تقديرية، زي ما قلت لك لازم تعمل دراسة جدوى عند أحد المتخصصين، عشان طبعا كل شخص بيختلف دراسة الجدوى عن الشخص الآخر. هل أنت تبدأ خط إنتاج 180,000 دولار أو أعلى؟ هل أنت هتشتغل في التوزيع؟ هتشتغل في التصنيع؟ كل ده طبعا لازم أنت بتقعد مع المحاسب التكاليف وبيحسب لك كل التكاليف اللي أنت هتدفعها، ويحسب لك بعد كده هامش الربح. لو اتكلمنا على اهم نقطة في المشروع، هي النقطة الأخيرة، التسويق الجيد لهذا المشروع. طبعا عملية التسويق الجيد في أي شيء ليه علاقة بالمشاريع اللي بيتم تأسيسها لسه في البداية بتكون لها الأثر الإيجابي والفعال في الوصول على أكبر معدل ممكن من المبيعات. طبعا ده بيزود عندنا الأرباح لما يكون عندنا مبيعات كتير. في أكتر من طريقة ممكن نحن نصل خلالها الترويج لهذا المشروع. من أهم هذه الطرق، أولا المشروع من الممكن القيام بالتسويق له بشكل إلكتروني.
ده من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومن امثلتها زي ما قلنا قبل كده الفيسبوك والانستجرام والتويتر وغيرها من هذه المواقع التواصل الاجتماعي، كمان على مواقع الانترنت المتخصصه في ترويج المنتجات، وممكن كمان تعمل موقع باسم الشركه او المصنع، وعلي يعني بيبقى مهم جدا تعمل حاجه زي كده لان التواصل بيكون اسرع بيكون اسهل. الاتفاق مع عدد من تجار التجزئة على توريد المنتجات الخاصة بهم بهذا المصنع واستغلالهم في الترويج والتسويق لمنتجاتنا منتج المياه المعدنية. الحاجة الثالثة ومن الحاجات المهمة جدا برضو ان احنا بنعمل حملات اعلانية على كافة وسائل الاعلام، ده بيكون بالامكان ان احنا نصل لاكبر عدد من الفئة المستهدفة للتعرف على المنتجات اللي احنا بنصنعها. الاهتمام والحرص على اختيار اسم مميز للمنتج اللي بتقدمه، كمان الشكل بالنسبة للازايز بيبقى مهم جدا، بيبقى حاجة من الحاجات المميزة للمشروع. كمان الاهتمام والحرص على اختيار اسم وشكل مميز للمنتج اللي احنا بنقدمه، كمان الاهتمام بالجودة والنظافة اللي تتعلق بالمنتجات وظهور العبوات في صورة جيدة، لان ده كله طبعا من بين الاسباب اللي من شأنها انها بتساعد في جذب العملاء للمنتج بتاعنا وتكرار الشراء منه بشكل دائم. ده كان فيديو النهارده اعزائي المشاهدين، اتمنى ان انت تكونوا استفدتوا منه او خدتوا فكره على الاقل. طبعا زي ما قلنا راس مال المشروع مكلف شويه، لكن الارباح بتاعته ارباح عاليه جدا، واي حاجه مرتبطه بالاكل والشرب تبقى من الحاجات المهمه والضروريه بالنسبه للانسان. وزي ما قلنا استعمالات واستخدامات المياه المعدنيه في استخدامات كتير جدا. اتمنى ان انتوا يعني تكونوا استفدتوا من هذا المشروع او خدتوا فكره عن المشروع. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.